المشكلة كانت في الشطاف، هو شغال بس ما بينشنش على الهدف. في ايه؟ ما تستني يمكن نولع كلنا قبل ما نوصل الفندق. ان ده ودانا عند مكان غالي. كلمة كمان وهمسح بيكي بلاط الفندق. انا احمد السمان، من موظف كادح لمسافر مجنون، وده بودكاست لف ودوران. هنتكلم فيه على كل حواديت واسرار السفر اللي محدش بيقولك عليها. تقدر تسمعنا على ابل بودكاست، سبوتيفاي، انغامي، وكمان تقدر تتابعني على كل البلاتفورمز في السوشيال ميديا، يوتيوب، انستجرام، فيسبوك، تيك توك. يلا سبسكرايب وشير. ودي بقى اخر نداء لطيارة الدوحة، خلاص اكشن. عاملين ايه؟ وحشتوني. انا حاسس ان بقى في عشره بيني وبينكم. طيب النهارده هنتكلم عن ايه؟ انا نسيت هنتكلم عن ايه. طيب النهارده هنتكلم عن القصه خدتني ازاي من بعد الفلوجينج وتحولت لشغل في السياحه. بعد ما ابتديت اعمل محتوى وخلصت كاس العالم وعملت فيديوهات وابتديت اكتب اكتر على السوشيال ميديا، كان اياميها الكتابه بتجيب اكتر من الفيديوهات كمان، ابتديت شويه بشويه الموضوع يتعرف ان هو بيسافر وبيقدم محتوى سفر، فطبيعي ابتدت الناس تبدا تسال على ان ايه ده، الله انت بتعمل رحلات حلوه، انت بتسافر حلو، احنا عايزين نسافر معاك، ما تاخدنا معاك. فابتديت اللي هو طب والله وليه لا، ما نبدا ناخد الناس معانا. فابتديت من النقطه دي ان انا اعمل رحلات واضم فيها ايه، ناس تطلع معايا، نسافر ويسافروا بالطريقه اللي انا بسافر بيها. كان الموضوع فاني جدا، وابتديت الاقي نفسي في النقطه دي. من هنا اقدر اقول لك فولو يور باشن، انت على الطريق الحمد لله على السلامه، دي خطوه مظبوطه بريسك قليل. ابتديت من هنا ان انا احول الباشن بتاعي للسورس اوف انكم، كان مطلوب عشان اقدر افضل اسافر باستمرار كل شويه واتنطط وطيارات وسفر ولف وفسح. ما ينفعش غير انه يكون شغل في نفس الوقت، وده اللي ابتديت اعمله. الرحله بقوا اتنين، الرحلتين بقوا اربعه، الموضوع ابتدى يكبر شويه. الرحلات اللي كانت بتتعمل عن طريق السوشيال ميديا دي اتحولت لشركه سياحه، ومن هنا فتحت اول شركه سياحه واخر شركه سياحه، انا اكيد مفيش غيرها، مش سلسله شركات هي، في تركيا، ترافل مادنس. ومن هنا ابتدينا ننطلق الى العالمية عن طريق شكل بروفيشنال، ان اصبح في شركة واصبح في شغل في مجال السياحة. ولكن الملفت للنظر هنا ما كانش القصة والحدوتة في انك تعمل شركة عادي، كله بيعمل شركات. اللي كان غريب ان لما السكيل كبر وابتدى يبقى في حجم عملاء بتسافر معاك كبير، ابتدى يبقى عندنا حواديت اكتر للناس اللي بتيجي تسافر معاك. انت بقيت تشوف كل الكاركترز، بتشوف كل الشخصيات بتنوعها، بتقابل كل الناس، ومضطر انك تتأقلم معاها وتعيش معاها وتستحملها احيانا. وعشان كده الحلقة دي مخصوص انا حابب احكي عن موقفين مؤثرين فيا من ساعة ما اشتغلت في السياحة، انا مش قادر انساهم لحد دلوقتي. الموقف الاولاني كان كوميدي محرج، والموقف التاني كان خناقة طلب لي فيها البوليس. الموقف الاولاني، وكانت رحلة من الرحلات اللي كنت بنظمها لتركيا، وكان معانا شخصية هنقول عليها اسمها الحاج سعيد. الحاج سعيد يا جماعة كان راكب في الباص الكبير الخمسين راكب ده، هو كان قاعد في اول صف، تعرفين هو لازم بيحجز اول صف، وكان شخصية كاركتر، كان في حتة تاني من الكوكب. راجل كان زي العسل، طبيعي وتلقائي لدرجة مرعبة. فنزل فيهم اول ما ركب الباص، يا استاذ احمد انا عندي مشكلة. خير يا حاج سعيد، ايه المشكلة اللي عندك؟ انا يا ليك قولي ونحلها. انا عندي مشكلة في الحمام بتاع الفندق. فطب انت بلغت الفندق؟ قال لي ما انا مش عارف اكلمهم. هو ما كانش بيتكلم باي لغة، فمش عارف يتواصل معاهم يعني. قلت له طب قولي ايه المشكلة اللي عندك وانا هبلغهم. قال لي انا عندي مشكلة في لا مؤاخذة التواليت. طيب ماله التواليت يا عم سعيد؟ خير، المشكلة كانت في الشطاف. اللي هو طب يا حاج سعيد مش شغال يعني الشطاف؟ قال لي لا هو شغال بس ما بينشنش على الهدف. احنا في لحظة كل الباص مرمي على الارض من الضحك. الناس اللي سافرت تركيا عارفة كويس جدا مشكلة عم سعيد، لانها مشكلة عامة، فدي مشكلة عامة في الشطافات بتاع تركيا يا عم سعيد. قلت له بس يعني حاولت افهمه ان هي نظامها هنا كده، معلش يعني منسوب المية بتاعها بيضرب افقي مش بزاوية حضرتك، فانا يعني. قال لي بس انا ما سكتش، انا طلعت شنطة العدة وصلحته. طلعت ايه يا عم سعيد؟ انت بتقول ايه؟ طلعت شنطة العدة؟ شنطة عدة ايه؟ قال لي ما انا ما بمشيش غير بشنطة العدة بتاعتي. الراجل مسافر تركيا يا جماعة ومعاه شنطة عدة بقى فيها زراديه ومفك وبتاع، وقرر ان هو يصلح لهم الشطاف مشكورا عشان يظبطه وينشن على الهدف. وده كان واحد من اكتر المواقف الكوميديه اللي حصلت لي اللي مش هنساها. تاني موقف بقى كان للاشخاص اللي هم ايه مسايكبين دول، عارفينهم
هم دول اللي حصل. وانها برضو كانت رحله لتركيا. احنا متعودين كده كده ايه في اي رحلات بيبقى في اشخاص سخيفه، لا ناس ما بتعرفش تتبسط، اللي هو انا هدور على فين الحاجه اللي تنكد عليا واعملها، فبيبقوا موجودين كده كده وعلى ايا كان شكلهم بنعرف نتعامل معاهم وبنهندلهم فتمام. ولكن جالي ناس دول ما اعتقدش ان في بني ادم يعرف يتعامل معاهم. اول ما نزلنا واحنا لسه في ارض المطار ركبنا الناس، فبنطلع الليست بنراجع اسامي الناس كلها موجوده وبتاع مش عارف ايه، وببدا انادي على الاسامي. ابتديت انادي على الاسامي، هي كانت قاعده في تاني صف، هي كانت واحده ومعاها ثلاثه تانيين صحابها، فقاعدين اتنين هنا واتنين هنا. فاول ما ابتديت انادي على الاسامي وخلصت لقيتها بتقول لي بقول لك ايه، احنا قايلين لهم ان احنا عايزين الغرفتين بتوعنا جنب بعض. هي بتتكلم بالطريقه دي فعلا، فاللي هو يعني ايا كان انت عايزه ايه، يعني انت ممكن تطلبيه بطريقه احسن من كده، بس ايا كان يعني مش جايين نربي الناس فتمام. قلت لها طيب خلاص طالما حضرتك بلغتيهم فمفيش مشكله، اكيد هتلاقي الغرفتين جنب بعض. المهم ايه، انا كنا بنخلي واحد صاحبنا معنا في الشركه بيروح هو يقف على مع الاوتيل يجهز التسكين ويجهز الغرف الكلام ده كله ويمليني ارقام الغرف، فمليهم الارقام في الباص فيروحوا فيلاقوا الدنيا سهله. فقمت مكلمه في التليفون قلت له بقول لك ايه، امن لي على فلانه وفلانه عشان خاطر ايه دول اللي هياكلوا دماغنا السفريه دي، امن لي ان الغرفتين بتوعهم جنب بعض. فقال لي ايه هوب هوب تمام الغرفتين جنب بعض انت في الامان. قلت زي الفل. فقمت بقى راجع لها بقى وقال ايه بقى خلاص انا مروق عليكي حضرتك، انا عملت تشيك وما تقلقوش الغرفتين بتوعكم جنب بعض، اهم حاجه يكونوا على الفيو. طيب حضرتك هو الاوتيل بتاعكم اصلا في منطقه ما فيهاش فيو من الاربع اتجاهات، فانا مهما انا عملت لكم مش هعرف الاقي لك فيو. خلاص يبقى فيو الشارع الرئيسي اللي فيهم. فالاول يا ربنا. قلت لها طيب بصي انت روحي الاوتيل ولو عندك مشاكل قولي للريسبشن، ولو هو عنده افيليبيليتي يغيرها لك، انا ماليش ذنب. فروحنا هناك وفعلا قلت له بقول لك ايه امن اول ما تخلص تسليم اهرب عشان دول كده كده هينزلوا يشتكوا من اي حاجه. وفعلا هربنا من بعيد بس كنا عمالين بنراقب، فشايفينهم نازلين ايه بيدوروا على اي حد يتخانقوا معاه لحد ما راحوا يتخانقوا مع بتاع الريسبشن. لا يا ربي كمان قبليها ايه واحنا في الباص فبمليهم ارقام الغرف، فمش فاكر بقول لها الغرفه رقم 401. قالت لي اه خلي بالك انا نزلت في فنادق كتير قوي، رقم واحد دي بتبقى اخر واحده في الكوريدور وبتكون مطله على المنور، وانا مش هقبل بده. حضرتك ليه بتسبقي الاحداث؟ ليه بتتوقعي القرف قبل ما يحصل؟ ما تستني يمكن نولع كلنا قبل ما نوصل الفندق، في ايه؟ وفعلا رحنا هناك سيبناها تواجه مصيرها وخدنا بعضينا ايه وهربنا. تمام تمام. تاني يوم ابتدينا الرحله، رحت بيهم منطقه امينونو وسبتهم في السوق المصري يلفوا، وغلطتي ان بعت لهم مسج على الموبايل بقول لهم في المحل الفلاني يا جماعه في ولد مصري شغال هناك انا اعرفه فممكن يظبطكم في الاسعار ويعمل لكم ديسكاونت، ممكن تبقوا تعدوا عليه او تشوفوا المحل بتاعه يعني اذا كان يقدر يساعدكم يعني. تاني يوم وصلت الاوتيل بتاعهم عشان اخدهم عشان الرحله الجديده اللي احنا طالعينها، فعرفت من بعض الاصدقاء ان هم قرروا يلتوا ويعجنوا، كانوا عمالين بيرغوا امبارح ان ده ودانا عند مكان غالي، ده راح هناك عشان خاطر مودينا هناك عشان خاطر ياخد منهم عموله. اللي هو حضرتك انا لو رايح اخد عموله هاخدك اوديك المحل، مش هبعتهولك في مسج واقول لك انت حره يعني ده مكان من ضمن الاوبشنز عايز تروحيه تمام، مش عايزه انت حره. فابتدوا ايه يلسنوا ويلتوا ويعجنوا تمام، وابتدوا جمعوا الفوق كله وعمالين بيتكلموا معاهم ان احنا مش هنزور مصانع الحرير اللي مكتوبه في مش هنزور مصانع الحلقوم اللي موجوده في الفايل وهنزور مصانع الحرير. فانا كنت عرفت ان هم لتوا وعجنوا ولسنوا وعرفت هم بيخططوا لايه يعني. فاول ما ركبنا الباص قامت زي الفلوطه طالعه لي كده بقول لك ايه احنا مش هنروح مصانع الحلقوم، انت هتودينا مصانع الحرير. قلت لها طيب هو حضرتك انا اسف انت مكتوب عندك في الفايل انك هتروحي الحلقوم ومش مكتوب الحرير. قالت لي لا مكتوب الحرير. قلت لها هتحداكي لو طلعتي في الفايل مكتوب من مصانع الحرير هوديكي. طلعت الفايل، مهم ما لقيتش حاجه في البرنامج، لقيت مكتوب في ملاحظات عامه في اخر الفايل ان العميل غير ملزم ان يشتري من اي من محلات الحلقوم او الحرير اللي هنعدي عليها. مش مكتوب ان ايه ان احنا هنعدي عليها، لكن مكتوب في اليوم بتاعنا في شرح اليوم احنا رايحين الحلقوم دي. فقلت لها للاسف شفتي حضرتك لا بس ايا كان طالما احنا عايزين نروح انت لازم تغير لنا البرنامج. قلت لها لا ما حضرتك اللي عايزه تروح مش انتوا. خلاص نعمل فوتنج. قلت لها موافق هنعمل فوت بس لو في واحد بس قال انه مش عايز فانا مش هروح لان ده البرنامج اللي انت متعاقده عليه من المهم نعمل فوت يا جماعه في اقتراح ان احنا نلغي الحلقوم ونروح مصانع الحرير ايه رايكم؟ المهم هم الاربعه الصحاب واثنين تانيين في باص 50 واحد هم اللي رفعوا ايديهم، فسته من ضمن 50 هم اللي عايزين يروحوا حرير. فقلت لها شفتي خلصت مفيش حرير. وبالنسبه بقى يا جماعه ان انا سمعت ان في ناس كانت عماله بتقول امبارح ان انا وديتكم عشان خاطر في مصالح وعمولات فانا غلطان من البدايه ان انا حاولت اساعد،
تمام؟ واي حد هيتكلم عني كلمة مش محترمة فانا هقل منه وش. فطبعا هم في هذه اللحظة ما يقدروش يعلنوا عن نفسهم ويقولوا ان احنا اللي كنا بنتكلم عليك في ظهرك، ولبست لهم الوش. ولكن هل تنتهي القصة لحد هنا؟ لا بالعكس، ده كل ده كان ولا حاجة. الرحلة كان فيها مدينة تانية وهي مدينة فتحية، سافرنا من اسطنبول لفتحية. وطبيعي ان لما بتكون نازل في فندق عالي، لان فندق اسطنبول بتاعهم كان 5 نجوم وفندق فتحية كان 3 نجوم، مع انهم عارفين الكلام ده، ولكن احنا عارفين حجم المشكلة اللي بنواجهها في نقطة زي دي، ان العميل مش هيتقبل الفندق التاني. طيب نعمل ايه؟ رحنا هناك برضو نفس الكلام يا جماعه، في التسكين اللي عنده مشكله بيكلم الريسبشن. فانا طبعا واصل، انا جاي معاهم في الطياره، عايز اطلع ارتاح، انا مش قادر وعارف المجزره اللي هتحصل وخصوصا من دول. المهم فعلا رحت سبتهم واقفين، وقفت بره شويه على بال ما يتسكنوا. دخلت لقيت الدنيا ولع حريقه ومسكين في خناق الريسبشنست، وانا عامل عبيط انا مش شايفهم بقى، واخد بعضي ومكمل ايه على الاسانسير، وهي عماله تتخانق ومولعه في الراجل. لقيت بقى وانا بفتح باب الاسانسير لقيتها ايه بتقول ايه انت مش شايفني بقى اتخانق، مش شايف ان عندي مشكله، مش تيجي تساعدني؟ فقمت بقى بكل برود قمت باصص لها كده، كلمين انا؟ ايوه بكلمك انت، ايه البرود ده؟ بس انا لحد انك تتعامل معايا بطريقه سخيفه تمام، لكن تغلط جيت لقضاك. في مشهد دراماتيكي بقفل باب الاسانسير، بلف لها، رايح لها لابس البوكر فيس، قلت لها انت بتتكلمي عليا انا كده وبتقولي لي بارد؟ ايوه انت دي مش اسلوب، ما عندكش دم. قلت لها تمام كلمة كمان وهمسح بيكي بلاط الفندق. طبعا الناس كلها في حالة ذهول، صوت صرصور الحقل، هي نفسها هنجت مش مصدقها، هي بتتهان دلوقتي. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ ايه ده؟ انت ازاي تكلمني بالطريقة دي؟ انت ما تعرفش انا مين؟ وابتدت ايه؟ تبنك وتهرتل اكتر. قلت لها مش عايز اسمع صوتك، مالكيش حاجه عندي. قمت واخد بعضي وطالع الاوضه بقى ايه رايح شويه، انا هطلب لك البوليس. قلت لها اعلى مفخلك اركبي. وفعلا شويه لقيت موتوسيكل بوليس داخل وعليه 2 ضباط وجايين. ايه المشكله يا جماعه؟ قمت نازل لهم. الدنيا ولعه بقى، وهي بقى شاكه في المترجم اللي هو الولد التركي اللي معانا عشان ده تبع الشركه، انه مش هيترجم صح، فماسكه بقى جوجل وعماله تترجم للظابط وتوري له، والترجمه طالعه غلط والظابط مش فاهم حاجه، وعمال يقول للواد يا ابني ما تترجم لي، هو مش انت مترجم؟ ما هي ليه مش عايزه؟ ومهازل بقى بتحصل، فعماله بقى تقول له اصل هو زعق لي، اصل هو مش عارف ايه، اصل احنا لما كنا في اسطنبول كنا هنتسرق وهو ما عملناش حاجه. طلع حضرتك انت قلتي لي ان انت كنت هتتسرقي وانا ما خدتش موقف، انا اول مره اسمع الكلام ده زي لا ما انت يوميها سبتنا في السوق وقلت لنا نرجع لوحدينا. قلت له حضرتك برنامج بتاعك بيقول كده انك تخلصي وجوله حره وترجعي، ما انت المفروض كنت تطمن علينا. قلت لها لا انا مش مطلع رحله في حضانه، عندك مشكله هتكلميني، عندك مشكله اجي الحقك، غير كده خلاص هترجعي لوحدك. وبعدين ما اتسرقتيش في الاخر، بتقولي كنت هتسرق فتمام يعني ما حصلش حاجه. يوم تاني كنا هنتخطف وهو ما عملناش حاجه. قلت لها مش ملاحظه ان مواقفك كلها كنا هنتسرق كنا وما بيحصلكيش حاجه في الاخر؟ الا يا شيخه ما حصل لك حاجه، كان نفسي يحصل لك حاجه. وبعدين عماله بتكلمه على موقف حصل في ولايه تانيه، فاللي هو طب الراجل بقى قاعد ايه لو انا مش فاهم منها حاجه والست دي مقرفه وبتلت وتعجن. فقال لها بص حضرتك انا هسالك اسئله مباشره وتجاوبيني باه او لا، هل الراجل ده شتمك؟ لا. هل ضربك مد ايده عليكي؟ لا. هل اغتصبك؟ لا. اللي هو طب طالما كله لا، اللي هو انتوا جايبيننا ليه يا جماعه؟ فخدوا بعضهم ايه. المهم يتدخل رجل حكيم معانا عاقل كده في الجروب وقاعد بيحاول يهديها، فبيقول لها حضرتك في وسط خناقه بقى وزيت كتير زيته كتير وصوت عالي وبتاع، فبيقول لها حضرتك مش عارف اسمها ايه، فبيسأل صاحبتها هي اسمها ايه، فبتقول له مش عارف دكتورة مش عارف ايه، فالراجل تقريبا ما سمعش الجملة كاملة، فبيقول لها هي أستاذة طورة. فاحنا سمعنا من هنا وكلنا في الأرض بنضحك من هنا، هي بتتهزق بس من غير حاجة حتى من الراجل الغلبان اللي جاي يهدي. ما ينفعش ده يحصل، بتقول له دكتورة. قال لها يا دكتورة يا ست الكل حقك على راسي مش عارف ايه، ما ينفعش نبقى مصريين وبنعمل كده في بعض في بلد غريبة وبتاع مش عارف ايه. كان يعني بيحاول يهدي، فطلعت منه الإفيه في النص بصراحة ودي كان حلو بصراحة. المهم إن هم جماعه هم مرضى نفسيين، يعني هم اصلا صحاب في بعض بيكلموا بعض كده. هي بتقول لها خلاص يا دكتوره هدي نفسك، هي التانية ترد عليه لا يا باشمهندسه ما ده مش اسلوب. اللي هو يا جماعه انتوا عبط، ده انا وصحابي لما نحب نهزر مع بعض بنشتم بعض، لكن اقعد يا دكتوره لا يا باشمهندسه حاجه قمه الايه الكلاكيع. وعرفت فيما بعد ان هم مش بس دكتوره ومهندسه، لا هم ضباط، فهم ظباط دكاتره وظباط متخصصين وميكس كده طلع
عنده كلاكيع ربنا ما يوريكم بصراحه. المهم جينا فابتدوا ايه مش هيوصلوا معايا لحاجه فابتدوا يهدوا الدنيا. فصاحبتها الباش مهندسه مش عارف مين قررت يا احمد بقى انت لازم بنروحها بقى تهدي بقى. قلت لها بص يا باش مهندسه بقى بما ان هي غلطت فانا رديت لها الغلط في ساعتها برضو فيها فانا خدت حقي في دي. بما ان هي طلبت لي البوليس فانا لغيت لها رحلتها ملهاش عندي رحله ومش هتطلع معايا رحلات وفلوسها تستردها من الشركه في مصر. هنا مالكيش غير الفندق تقعد فيه والطياره بتاعتك بعد 4 ايام. انت ازاي تعمل كده؟ وقعدت بقى تهرتل. فانت في الموقف اللي زي ده انت خلاص كان لازم تاخد اكشن. هي اصلا كانت معكنينة على الكل وكنت خلاص مش هاخدها. فساعتها عشان نحل الموقف الناس اللي معايا قالوا لي طيب خلاص هناخدها من الباص اللي انت فيه ونحطها في الباص التاني. وابتدينا تاني يوم نبدا نطلع الرحله بتاعتنا. اول ما ركبت الباص لقيت الباص عندي ايه عمال بقى بيزغرط وافرح وليالي ملح وبتاع. هم نفسهم كانوا مكبوتين يا جماعه قد ضغطنا كلنا نفسيا ما صدقوا فرحوا بقى في افراح في الباص كانواش مصدقين نفسهم. صعب عليا الناس التانيين الناحيه التانيه فاهم كان عندهم رحله في مركبين الناس كلها ركبت مركب وسابوهم هم في مركب لوحديهم اللي هو يا جماعه النيجاتيفيتي كانت صوتها عالي لدرجه مرعبه. فانت في المجال ده هتشوف اشكال والوان هتشوف اللي بيضحك واللي بيتخانق واللي عصبي اللي مبسوط اللي بيفوت اللي ما بيفوتش. والموضوع طلع تقيل وطلعت حاجه مش سهله موضوع السياحة ومختلفة تماما عن السفر وعن ان انت تطلع لوحدك وتعمل فلوجز لوحدك. فبقيت دايما بقى السفر ده هو الاجازة بتاعتي هو المتعة بتاعتي اللي بطلع اعملها لنفسي. والسياحة بقت هي الشغل بس فيها جانب سفر هعرف اخطف منه يومين هكمل بعد ما الجروب يمشي. ومن هنا ابتديت اعمل الميكس القوي بتاع ان انا شغال في السياحة وبقت هي مصدر دخلي وبقيت كل يوم طيارة كل يوم طيارة. والحد هنا بتنتهي حلقة النهاردة رجالة من لف ودوران واشوفكم في حلقة جديدة نلف وندور سوا في حلقة جديدة ما خلاص قلنا.